أول سؤال لنا كان: كم يبلغ الإنفاق الكلي على الرعاية الصحية لكل دولة من الدول؟ لحساب هذه القيمة لندخل إلى صيغ جداول البيانات. الصيغ هي التي تجعل من جداول البيانات أداة مهمة، لكن كيف تعمل؟ لنتعرف على ذلك، هل قمتم بتحميل نموذج مجموعة البيانات؟ إن لم تكونوا قد قمتم بذلك، انظروا إلى الرابط في الأسفل وافتحوه بواسطة جوجل شيت. أنشئ نسخة احتياطية لعملك إن لم تكن قد قمت بذلك مسبقا. لاحظ أن لدينا بيانات للإنفاق الصحي الخاص والإنفاق الصحي العام. لنقل أننا نريد احتساب المجموع عن طريق جمع كل من الخاص والعام. للقيام بذلك سوف نقوم بإنشاء عمود جديد، وذلك عن طريق النقر على السهم الصغير الظاهر بجوار عنوان العمود، ومن ثم اختيار أدرج واحد لليمين. سنسمي هذا العمود الإنفاق الصحي مجموع. تبدأ جميع الصيغ بعلامة يساوي، وبالتالي لننقر على أول خلية ونكتب يساوي. الآن حدد الخلية الأولى التي نريد جمعها. سوف ترى رمز مرجع الخلية ظاهراً ضمن الصيغة عندما ننقر على الخلية. الآن اكتب رمز زائد، ثم حدد الخلية الثانية التي تريد جمعها. اضغط على زر Enter أو Tab لإنهاء الصيغة. سوف ترى أنه تم جمع القيم الموجودة في هاتين الخليتين. بالرغم من أنك تستطيع كتابة كل صيغة بشكل فردي، فإن هذا قد يستهلك الوقت بشكل غير معقول. لذلك سيكون من الأسهل في كثير من الأحيان القيام بذلك بطرق أخرى متعددة. أولاً يمكنك نسخ ولصق الصيغ. حدد الصيغة التي تود أن تنسخها. اضغط على Ctrl-C أو CMD-C. انقر على الخلية التي تود أن تنسخ إليها، ثم اضغط على Ctrl-V أو CMD-V. سوف تلاحظ أنه تم جمع الخليتين في الأسفل وقام بنقل الصيغة. أسهل طريقة لنقل الصيغ هي ببساطة انقر واسحب المربع الأزرق الصغير في أسفل الخلية. سوف تنسخ الصيغ للأسفل على طول الطريق تماماً مثل السحر. ماذا عن عملية الطرح؟ يمكننا طرح الخلايا بالقيام بنفس الشيء وتبديل رمز زائد بناقص. الآن يمكنك أن ترى أنه تم طرح القيمتين وتخبرنا بالفرق بين الإنفاق الصحي العام والإنفاق الصحي الخاص. إذن لقد تمكننا من جمع الأشياء بسهولة. دعونا الآن نلقي نظرة على التقسيم. يمكننا على سبيل المثال احتساب حصة كل فرد من إجمالي الناتج المحلي. للقيام بذلك نقوم ببساطة بتقسيم إجمالي الناتج المحلي على عدد السكان الإجمالي. نستخدم هذا الرمز من أجل عمليات التقسيم في جداول البيانات، لكن أولاً لننشئ عموداً جديداً لنسميه حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي. وبمجرد إنشاء العمود الجديد سنبدأ بالسحر مرة أخرى. مرة أخرى نبدأ صيغتنا بإشارة يساوي. ننقر على إجمالي الناتج المحلي ومن ثم نكتب /forward الإشارة التي تدل على القسمة، ثم نقوم بالنقل على عدد السكان، ومرة أخرى نضغط على زر Enter أو Tab لنكمل صيغتنا. لتكرار هذه الصيغة يمكننا ببساطة سحبها على طول الطريق للأسفل. سوف ترى أنه تم الآن احتساب إجمالي الناتج المحلي لكل شخص. هناك أمر يجب أن تلاحظه. إذا كنت لا تملك قيمة في خلية عدد السكان، لنقول أنها كانت صفر، سوف تحصل على هذا الخطأ، مما يعني أنك قمت بالتقسيم على صفر وهو شيء مستحيل. للتراجع عن خطوة قد انتهيت منها ضمن جدول البيانات، اضغط على Ctrl-Z أو CMD-Z. يعمل الضرب بنفس الطريقة. نستخدم رمز النجمة بدلاً من /forward، فإذا أردنا أن نضرب هذه القيم سوف نكتب ذلك ومن ثم نضغط على زر Enter أو Tab.